بنسمع دايما الكمبيوتر مهنج، او الكمبيوتر معلق، او الكمبيوتر متجمد او فريز، سواء كلمة بالعربي او بالانجليزي، ده كل ده موجود، وده طبع من او صفة من الصفات الكمبيوترات بأي حال. لكن عارفين بيحصل ازاي؟ اقول لكم بتحصل ازاي. الكمبيوتر ده عبارة عن برامج كتيرة شغالة، وتخيل ان الكمبيوتر المعالج اللي جوه عامل زي الموظف اللي على الكاونتر وقدامه زباين طويلة، فبيخلص واحد واحد، ما يقدرش يخلص نمرة اتنين الا لو خلص معاه نمرة واحد، يبقى عامل زي الطابور، يبقى بيتعامل مع البرامج اللي بتعمل زي الطابور. يعني تخيلوا ادي طابور طويل هو واقف، فجه ادي السي بي يو وادي الطابور، جه الزبون ده معاه عنده مشكله، معهوش فلوس، اشترى بضاعه وخلافه، اللي هيحصل هيعطل كل اللي وراه، فيقول لك الطابور مش ماشي. نفس الشيء الكمبيوتر، تعالوا نشوف، انا هوريكم مثلا، ندخل لو باليمين على ده بيسموه الشريط اللي تحت، ده بيسموه شريط المهام. ليه؟ لان بيبان فيه المهام اللي شغال عليها الكمبيوتر. زي ما تيجي تقف قصاد الكاشير زي ما قلنا وقدامه 10 زباين، الزباين دي كلها مهام لازم يخلصها، لازم يحاسبهم. فلو جينا باليمين على شريط المهام وقلت له لو سمحت ابتدي لي إدارة المهام، ستارت تاسك مانجر، يعني شغل لي برنامج إدارة المهام، واضغط عليه، هيدي لك يقول لك أنا شغال في مهام عدة. المهمة الأولانية جوجل كروم، ده برنامج اللي هو شغال جوجل كروم. البرنامج الثاني إن أنا بسجل، البرنامج الثالث إن أنا بظهر صورة، البرنامج الرابع إن أنا بظهر صورة. وزي ما قلنا ده عبارة عن طابور شغال ورا بعض. عارفين لو واحد وقف من دول هيتوقف الكمبيوتر كله عن العمل، أو تحس إن هو متوقف. ليه؟ طابور واقف مش شغال. طب أعمل إيه؟ وهتلاقي هنا شايف هنا مكتوب running، انما عارف لو كان لا يستجيب، بالعربي هيكتب لا يستجيب، او بالانجليزي هيكتب not responding، يعني لا يستجيب، مش حاسس، ولا حياة لمن تنادي. ازاي اقفل الايه البرنامج ده؟ بكل بساطة تختاره وتقول له لو سمحت end task، اقتل المهمة دي، مش عايزها. ليه؟ معطلال الكمبيوتر. فانتوا شايفين تحت ادي البرنامج اللي هو شغال عندنا اللي احنا عاملينه، انا بقول فرضا يعني، وجينا قلنا ده وهنقول ايه ان تاسك، هيحصل ايه؟ هيقفله لي بقى، مش موجود. تخيل دلوقتي مش موجود، ايه؟ لانه اتقفل. او مثلا الصوره، عشان نشوف ادي الصور من الصور اللي انا فتحت صورتين، فبرضه لو عايز انهي المهمه دي، ليه؟ انا بقول فرضا ان كان مكتوب هنا نوت ريسبوندنج او لا يستجيب، اختار كده واقول له اند ايه تاسك، هيقفل لي صورة من الصور، هتبقى صورة واحدة اللي شغالة. تعال نشوف فعلا بقت صورة واحدة اللي شغالة. طيب يبقى الطريقة ببساطة ان انا بشغل، بجيب مدير المهام بتاع الكمبيوتر، تعالى يا ايها المدير المهام، واعرض المهام اللي عندي، واختار المهمة اللي انا عايز اغلقها لانها مهمة لا تستجيب، هي اللي معطلة الطابور بتاعي، الطابور مش ماشي، واقول له ايه اغلقها. ازاي؟ قلنا باليمين على شريط المهام واشغل المدير المهام واختار ايه ماشي. قال لك في طريقه تانية طبعا لا يخلو، اللي هو ايه؟ قال لك تيجي على الكيبورد، شكل الكيبورد في ثلاث حاجات، كنترول والت وديليت. لو ضغطت الثلاثه مع بعض، يعني مش ضروري مع بعض، يعني تروح حاطط ثلاث صوابع مع بعض، لا، هضغط كنترول وافضل ضغط عليها، واضغط على الت وافضل ضغط عليها، واضغط على ديليت، خلاص، واقول له اهو ايه، روح فتح لي كنترول الت ديليت، هيعمل لي ايه؟ هيشغل لي بنفس الطريقه الايه اللي هي اللي انتوا شايفينها، اللي هي ايه دي، هيجيب لي دي فيها كنترول الت وديليت. ها هو اللي عايز تعمل ايه؟ اقول له عايز اشغل ستارت تاسك مانجر، هيشغلها لي. اما باليمين وتقول له ابتدي لي التاسك مانجر، او يا اما كنترول مع الت وتضغط ديليت معاهم عشان تشغل لي الايه دي. كنترول الت مع ديليت
فيها عدة أشياء، منها ستارت تاسك مانجر تضغط عليها هيشغلك التاسك مانجر. هنا تدور على البرنامج الذي لا يستجيب، طبعا ده كله راننج يعني شغال كويس، راننج شغال كويس، وتيجي على البرنامج اللي هو لا يستجيب أو not responding تختاره وتقول له إيه end task، وإلا يعني هيفضل الجهاز معلق معاك ومش هتشتغل في وقت انت محتاجه. يبقى إذن مهمة دي في إيه؟ مهم إن أنا أخلص من بطء الجهاز في بعض الأحيان اللي بيكون سببه إن في برنامج من ضمن البرامج التي تعمل لا تستجيب. لذلك يصنف الويندوز 7 بأنه مالتي تاسكينج، يعني متعدد المهام، بيقدر يشغل عدة مهام وعدة برامج مع بعض. يعني مثلا إيه، ادي تيجي نشغل برنامج الوورد وهندرسه إن شاء الله مع بعض، نيجي نشغل برنامج الباوربوينت، الإكسل، كل برامج موجود عندنا هو برنامج الإكسل، ادي كمان برنامج، زي ما انتم شايفين ادي وورد إكسل باوربوينت. تحدد المهام دي، اذا في مهمة من المهام علقت ما بنقدرش نقفلها الا من باليمين على شريط المهام، اختيار مدير المهام، واختار البرنامج اللي بمكتوب قصاده انه لا يستجيب او not responding، ونقول له end task بالشكل ده. وبعد ما نأكد ان هو برضو بيجي عن طريق control مع alt مع ديليت، اللي هو كنترول مع الت مع ديليت، واضغط عليهم الثلاثه مع بعض عشان يطلع لي دي، اقول له ستارت تاسك مانجر من هنا، ابتدي برضو مدير المهام، واختار المهمه اللي انا هنهيها. والى اللقاء في الدرس الاخر.